اتنين مسنود وطرف واحد تبقى بريء وامين غلبان تقوم التاخد عالسجل والزنازين يا دنيا عيب اختشي يا دنيا عيب اختشي وخفي عالمساجين مش معجزة ولا بس للأنبياء وتهون ذنوبك إذا مغفورة بالأدعية الصدق مش معجزة ولا بس للأنبياء وتهون ذنوبك إذا مغفورة بالأدعية اغلط وراجع روحك لو كنت من الأشقياء يتوب عليك يا خلاص بقى يا عبيد انت بقالك ساعة بتعيطي امال لو ما كانش ربنا ستر كنت هتعملي ايه؟ حسبي الله يغصب عني انت اول مرة اكدب على حد في حياتي كنت حاسة ان انا ممكن اقول له كل حاجة اقول له انا كدبت وقدامه فبقى يضحك عليك حبيت شك فيا خلاص لما تروحي البيت احكي له على كل حاجة وزي ما تيجي تيجي احكي له ايه بس؟ انا عارف حاجة زي كده ممكن يقتلني فيها حضرتك عايزني اروح اقول له ايه؟ اقول له يا عيني بشتغل في بيت وماله لما تشتغلي في بيت هو بيت عزاب ده بيت محترم ساكنه فيه عيله فيها طفل وفيها ست مفيش مشكله يعني ايه دي يا عبيد؟ ايه دي وبعدين ما انت لازم تفهميه وانت بتعملي ده عشان خاطر مين؟ انت بتعملي كده علشان خاطر بيتك وبنتك وانت يعني غاويه الشغل في البيوت؟ اهدي بس اهدي اهدي اشربي لما شكرا جدا
لعلمك انا كمان شهيره بتغير عليا من النسمه ومسوسه جدا. يعني لعلمك هي لو عرفت ان انا بساعدك ممكن تفتكر ان في حاجه كده ولا كده. بس انا برضو عايز افضل واقف جنبك لان انت صعبان عليا. خلاص يا اختي جبتي الميكروباص وبقيتي هنا؟ قافله الموبايل ليه؟ مش عايزه ازعج؟ قطع شحني يا نعيم يا اختي. ما خدتش معايا الشحن وهما بيجرجرون على الاسم. انا بقول لك ايه؟ انت لسه ما عرفتيش اللي اسمها مروه دي؟ عرفت ازاي الميعاد اللي هتسلمي فيه الفلوس؟ ما تجيبيش السيره دي تاني خالص، اتزيح. عشان لو عملنا حاجه تاني نبقى عارفين مين اللي عينه علينا. نعمل ايه يا بت؟ ده انا سلوخه، انت هبله. بقول لك ايه؟ بكره ان شاء الله الساعه 9 تكوني عندي، تعدي على فاطمه وسمير تجيبيهم عشان عندنا طلبيه كبيره. على الله يسدوا. ولازم بكره يعني؟ ايوه يا اختي لازم بكره. واعملي حسابك بعد اسبوع هتروحي تخدمي في بيت جديد في جاردن سيتي. لا يا نعيم، لو على الطلبيه يا اختي انا عينيا ليكي واجيلك من غير ولا مليم، لكن شغل في بيوت تاني انا خلاص بطلت. نعم يا اختي. ما خلاص بقت هانم، الميكروباص جه وفاكره ان خدها من هنا وطالع هيستتها. لا هستتك انت يا نجات. ما تلمي الخدامين بتوعك شويه يا ست نعيمه، الله تهقت من المرعى دي وقربت اجيب اخري. ما تجيبي اخرك يا اختي، خدمه في عينك. بقول لك ايه، انت وهي ان شاء الله تولعوا في بعض بكره الساعه 9. لا استنى، ما تيجي نتفسح من غير جو شويه. يا اختي فسحوكي في الغفير يا بعيد. ايه يا نعيمه؟ احنا طلع عينينا يا اختي اليومين اللي فاتوا، ما تيجي نتفسح شويه. بقول لك ايه؟ الواد حوده هيفسحني بالميكروباص بالليل. استني اعزمك على حاجه ونخرج نلفف بالليل مع بعض. يا اختي اللي فيا مكفيني. انا راح اجيب حاجات للطلبيه، عبد الله مستنيني في الموقع. لا طب استني اجي معاكي، احط بس العبايه على جبتتي واجي معاكي. يلا ماشي. شور عادل يا اختي. لا حول ولا قوه الا بالله. وايه تاني؟ الموضوع ده لو ما تلمش الناس هتاخد وتدي مع نفسها، والموضوع ده يغلي كل مره يا حاج. الناس بتقول ايه يا يونس؟ اهو ونفكر ونصبر. نعيمة أولادها هيبقى منهم للناس اللي بتشتري الأرض دغري. نعيمة أولادها هيبقى معاهم ملايين. طب ما الفلوس تدخل في جيبنا بدل ما تدخل جيب الحاج. كلام. وأنت يا يونس أنت بتقول إيه؟ أنا بقول الوقت لو فات وحد كمان ولا اتنين عرفوا يسدوا اللي عليهم، الموضوع مش هيمشي زي ما أنت مرتب على هادي يا حاج. الناس دي مش عارفة إن ممكن ما استناش، وسواء دفعوا أو ما دفعوش كده كده هتصرف وأمشيهم. تلاتة بالله العظيم بقول لهم كده. بس ما تفهمش بقى، اللي عملته نعيمه وقفتها قدامك بقلب جامد خلت الناس تشاور عليها. افتح منها يا حاج، اخلص منها ومن زنها في ودان الناس، خصوصا بعد ما سدت اللي عليها. اخذنيش يعني، هي كسبت بونت عليك. والنعمة يا نعيمه خبطه ولا اتنين زي دي بس يبقوا مدروسين احسن من كده وهنعدي. وحياة النعمة وحياة بناتي اقطع لك ايدك الاثنين، انا بتكلم بجد بقى المره دي. يا اختي ده عليكي يبقى عندك كل يوم دين عشان تفكيه علينا شويه. انا معتبراهم سولفه لحد لما المهم وهدفعهم تاني. يا سلام يا اختي. طب ما الفلوس اللي معايا للواد حوده، ما هي من ضمن الفلوس دي، هترجعهم هم كمان؟ زيك عن عفيتي لحد لما المهم يا اختي. افضلي انت كده حاسه بالذنب وعماله تغسلي فيه، الناس كلها بتطلع قدام وانت زي ما انت. يهدك يا بنت، انت ما بتتهديش، امشي قدام، امشي امشي عشان ادفع. هو ده الواد حوده؟ ده ايه اللي جابه هنا ده؟ Thank you.
ازاي؟ ازاي انا رجلي اتشلت ساعتها وما جبتش حاجة نزلت على ابوه وماما الاتنين قسمتهم نصين؟ ازاي انا ما قلتهمش مستني واستنيت اما الميكروباص مشي؟ قولي لي ازاي يا نعيمة؟ وكده يا اختي هتاخدي حقك؟ انتي ما سمعتيش كلامي يا بنت من الاول، مش انا قلتلك اهو ضحك عليكي واخد فلوسك، قلتلك الكلام ده ولا لا؟ انا واحده هبله وعبيطه وبرياله عشان ادي فلوس لواحد زي ده؟ وقال ايه يا اختي؟ عمال يلعب لها في شعرها وياكلها ذاتي بفلوسي، واخر يوم ما خرج لي ياكل لي خشن ابن الصرمه. طب وحياه دين وما اعبد ما هفوتها له. بصي يا حبيبتي، اخد الحق ده صنع، انت كده وصلي على النبي، انت تجيبيه على حجرك كده بالهداوه وبعدين تاخدي حقك منه وتفكري ازاي تاذيه بس من غير ما تتعوري. ياما ناس اخدت حقها لحظه شيطان، ضيعت كل حياتها. مش قادره، مش قادره يا نعيم، نار جوايا يا اختي، نار مش هعرف ابردها عشان لسه اقعد افكر واخطط. خلاص يبقى هتتوكس يا حبيبتي، وهو هياخد فلوسك ويتهنى بيها هو والمزغوده دي، وانت تتسجني. ماما عبد الله عاوزك بره وبيقول ان هو جاب الحاجه. طيب انا جيال. يلا يا بنت ما تنحيش، صلي على النبي كده اهوت، اقري المعوذتين وقيت الكرسي، وانا وانت هنقعد نفكر ونخطط للصبح. استهدي بقى بالله. ايه يا عبد الله الاسعار دي بقت ولعه؟ والله ام منى انا بلف في كل حته على ما بجيب الحاجه، كله نار ومحدش عايز ينزل مليم. خلاص مش مشكله، هات يلا كله طالع لله. الطماطم كمان غاليه قوي. يا واد وصلت البيت وبتاكل؟ الف هنا على جتتك. طب بقولك ما بلاش نخرج النهارده، اصلا انا تعبانه وعلى اخري. ممدده على السرير، اصل طول النهار عماله لفلف مع نعيمه وبنجيب حاجات. يا واد ما لسه ياما هنخرج ونتفسح، ده العمر كله قدامنا. طب يلا تصبح على خير. تصدقي الواد عبد الله بيقول ان كيلو القوطه بقى ب 15 جنيه دلوقتي؟ سماح يا سماح. نهار اسود. 500 جنيه ايه دول اللي لقاها مطعف في شنطتك يا عبير وانا معرفش عنهم حاجه؟ انت بقى عفريتك طالعه عشان اللي حصل ولا عشان ال 500 جنيه؟ بتاع ايه الفلوس دي يا عبير؟ وبتاع ايه الدكتور جوز الست يلف اللفه دي كلها عشان يساعدك ويطلعك منها؟ ايه الهطل اللي بتقوليه ده يا وفاء؟ طب يا اختي انا هطلع قليدي، الفلوس دي قصاد ايه؟ وهوانم ايه دول اللي بيطلعوا 500 جنيه وانت اصلا كنت غايبه؟ وبهوات مين دول اللي بيعملوا افلام زي اللي اتعملت النهارده وعشان ايه؟ انا مش هرد عليكي يا وفاء، عشان لو رديت هيبقى بصوت عالي وشتايم وخناقه لرب السما. انا عارفه ان انت كل اللي حرقك ال 500 جنيه وانك ما عرفتيش عنهم حاجه، اللي لو كنت جيت اديتهم لك من الاول وقلت لك اي كلام حتى لو كان كاتب كنت هتاخديهم وتحطي جزمه في بقك وصدقي اي حاجه هقولها لك. وانا مش هدافع عن نفسي عشان انت عارفه ومتاكده ان انا انضف من اي وسخه هتيجي في دماغي. احنا من الاول في اتفاق بينا، واي حاجه بتحصل لازم تقوليها لي اول باول عشان اعرف اغطي عليكي. وديك غطيتي عليا وربنا استرها الحمد لله وعدت على خير، متشكرين قوي يا ست وفاء. وطمني نفسك يا حبيبتي، انا لو حسيت باي عوق مش ههوب ناحيه البيت ده تاني. واذا كان على الفلوس فطالما بقى انا مكفيه البيت وما بطلبش منك تاكلينا وتشربينا وما بدفعكيش غير الربع فانت مالكيش حاجه عندي. لا يا اختي، ده انا ليا وليا وليا كمان، انا ما بقولكيش اكبشي واديني بس اعرف، والا والله بكلمه واحده مني اخليه يطلقك. ويطلقك ليه؟ ده يقتلك. بصي من النهارده كل مبلغ يدخلك لازم تقولي لي عليه، ودخل ليه وبكام عشان نعرف هنعمل فيه ايه. لا وعلى ايه حبيبتي؟ انا هنزل اقول له ويقتلني ويقتلك بالمره، ولا هو هيبقى هم جوه وهم بره؟ بيه انت يا بيه، انت يا بيه، انت المجنون.
تعالي هنا. تعالي. طه انا عايزه اقعد اتكلم معاك شويه. ما خلاص بقى يا عبير، كنت بطمن عليك ما حصلش حاجه يعني ده كله. تعبت وحياه ربنا. تعبت وتعبت ومحدش حاسس بيا. حقك عليا يا عبير. انا لما شفت الفلوس في الشنطه الفار لعب في عبي. بس مدرسه زي دي وناس زي دول ماشي تعدي. الحمد لله ان ربنا رزقنا بشغلانه زي دي. ويكون في علمك اول ما اقف على رجلي تاني مفيش شغل. اكيد يا طه. وانا يعني غاويه مرمطه وبهدله؟ بعدين انا بعمل كل ده عشان مين؟ مش عشان ترجع تقف على رجلك تاني وتعمل العمليه. ان شاء الله هتبقى كويس وزي الفل. وانا عارفه ان انت اول ما تقف على رجلك هتسددني وترجع تقعدني في البيت زي زمان. ويا ستي مفيش بيوت هتتبرع. بعد اللي عملته نعيمه في الحته ناس كتير جدا هتعيد نظر في الموضوع. ربنا يهديك ويكملك بعقلك. يا وفاء ما تيجي تقعدي وسطينا في مكان. ماشي يا طه هطلع انا منها. ربنا يهني سعيد بسعيده. جيبلي فيه الاسواق وافرح بيه بقى برحمك. اولع لك فيه. خليني بقى تعمل ايه؟ انا شايفاك وانا واقفه تحت وانت بتشرب سيجاره فوق السطح. يا كرم. طيب في ايه؟ انت اللي في ايه مالك؟ في حد زعل من نعيمه برضو؟ بقول لك ايه، من انا مش فايق لك على الصبح. انت نايمه وبتبداي يومي كنا لسه ما نمتش من امبارح. لا واضح ان انت مش فايق. شرب ومزه، ده انت مروق نفسك على الاخر اهو. انت هتعلميني الادب على الصبح؟ يا عم ولا اعلمك ولا تعلمني. بس في ايه يعني؟ هتقاطعنا يا كرم؟ بس والنبي منا، انا بقيت حاسس ان انا ما بعملش اي حاجه ولا ليه اي لازمه. يومين ثلاثه وهمشي. انا اللي كان معادني هنا المشكله بتاعت نعيمه ودي اتحلت خلاص. ايه يا عم الهبل اللي انت بتقوله ده؟ ايه يا كرم؟ انت جيت فيه وهتمشي في ايه؟ كنت جاي اقضي مصلحه وما قضيتش. شكلي مش هعرف اقضيها هنا. اروح اشوف لاي حته بقى اشوف حالي فيها. كل ده عشان خاطر شديت مع نعيمه؟ طب والله العظيم دي هي عايزه تراضيك وتصالحك. بس انت عارف يعني حته الكرامه بتنقح عليها. لا والله كتر خيرها عني. ما تيجي معايا الشغل يا كرم. نعم. ايه اللي نعم ده؟ مش انت محموق عشان خاطر الراجل اياه وعامل فيه اخويا والجو اللي انت بتقوله ده كل شويه؟ تعالى معايا وشوف بنفسك عشان لو في حاجه كده ولا كده تاخد بالك مني. جارد يعني؟ ممكن تبقى اشيك وانضف من كده كمان. اللي هو ازاي يعني؟ هقولك انت بس تلبس حاجه عدله على ما انا اغير هدومي وهبقى احكي لك. ممكن؟ كانت ام كمال تيجي تسعف معانا في يوم زي ده؟ انا عارفه يا اختي، ما صدقت
حتى ما بتردش على التليفون، تقوليش كنا بنكهربها. والمحروسة سماح لمسيتها كحلي؟ مالكيش دعوة بسماح خالص، سيبوها في حالها. ليه؟ مالها المحروسة اسم الله عليها؟ كمش قصقصونها لسانها في الحجز ولا حاجة؟ أنا اللي هقصلك لسانك يا ولية، ولو جات ساعدت محدش يجر شكالها، مفهوم؟ ماما احنا نازلين. يابا حبيبتي. فين البت بنت الكلب اللي عندك يا نحيمة؟ ما عندناش ولاد كلب، وريني عرض كتافك واياك اشوف وشك ولا ضلك هنا. بره عنك يا نعيمة، انا عارف ان سماح هنا وعايزها. اليوم ده يوم طبخ، بقول لك ايه، مليان سكاكين وصواطير ومقاور. والله لو هتصوريني هتيل ما هتتعتع من هنا لما سماح تيجي ونتحاسب. ما تتلمي يا دي حودة. تعالى روح امك نتحاسب. تعالى يا سماح. تعالى لك حسابك على طباخ امك دلوقتي. والله بدل ما اديكي في وشك اخنفك. جرى ايه لها الصبح بتجعجع عليه في ايه؟ قول لها يا نعيمة في ايه، ولا تحب اقول لها انا؟ وانا جاي تتهجم على مين يا البيت مالوش راجل ياد ولا ايه؟ اوعى ايدك كده، انا عايز حقي. حقك كسر حقك ما خدته. يلا غور من هنا يلا. ماشي سماح تخصني. ما بخصش حد. روح يا امك اللي كنت بتطفح عجلاتي، خلاص اصرف عليك وتدفعك. يا ليتني عرت الرجاله. انت بتقولي يا بنت، يا بنت المجنونه، انت اتفهمتي ايه؟ يلا يا ماما ما تنحش، مش عايز اشوف وشك انا تاني. هتربها على دماغك كله. طيب هروح امك بدل ما اعملها معاها. اوعى بدل ما تشوف وشك. لا يا بنت حلوه اهو. قولي تعالى روح امك وريني بقى هتعمل ايه. اسمعوا يا ناس، يا هو يا حاره، تعالوا شوفوا الافندي ده بيقول ايه، عايز يطربها على دماغي. وريني يا اخويا مطنطة، اديني لميتهم لك. مطنطة ايه؟ راح منك الكلام، مش عارف تقول حاجه دلوقتي؟ ماشي يا نعيم، بس انت عارفه اللي يجي على سكتي في اكل عيشي بعمل معاه ايه. يما خفت اترعبت. بقول لك ايه، سكتك خضره. يلا يا اخويا، يلا روح امك. يلا ورحمه امي ما هسيبك. تكنيل عليك وعلى صباحك المعفن. يلا يا بنت انت وهي، يلا يا ولاد كملوا الشغل. يلا من يلا يا هن. استعدي بقى كده بالله. لا بطلي عياط يا بنت، انت بتعيطي من امبارح. صباح لا يا نفسي يا نعيم. قومي اغسلي وشك وتعالي ساعدينا، عندنا طبخ كتير. يلا يلا حبيبتي، يلا قوم قومي عشان خاطري. غريبة قوي، الساعة 9:30 ولسه مظهرتش، عمرها ما حصلت. دي 9 بالدقيقة بتبقى واقفة على الباب. متعرفيش بقى ظروفها ايه؟ مش بتقولي بنتها كانت تعبانة؟ تقول حتى تتكلم. انا طلبتها 3 مرات عشان اطمن عليها امبارح وما ردتش. غريبه برضه عبير دي، عليها حاجات عجيبه. طب متكلميها تاني. مكلمها تاني بتاع ايه؟ انا بقول لك كلمتها كذا مره امبارح، ما تقولي مدلوع عليها. تعرفيش عندها ايه؟ مهما كان هي لما تفوق تبقى تتكلم. بعدين بيت اوكي النهارده ومخلصه كل حاجه زي ما انت شايف. تمام. المهم بس ما ارجعش الاقيكي بتقولي في تراب هنا وفي وسخه هنا. مجنون انا بقى مش كده؟ لا يا حبيبتي، ربنا يكملك بقى. يلا سلام. سلام. عامله ايه دلوقتي؟ احسن شويه الحمد لله. والله انت بتدلعي، يعني لا في لا حراره ولا ترجيع وانت زي الفل قدامي. امال تعبانه ازاي؟ مدتي قلبي عليا ومش قادره اقف على رجلي طه. بعدين انا اللي حاسه مش انت يا بنت. كده في المدرسه يقولوا عليكي مش بتاعه شغل، والناس دي ما بتصبرش على زينا. في 1000 واحده تتمنى تكون مكانك. شويه هبقى كويسه، هبقى انزل اشتري شويه حاجات من السوق. طب اعمل لي حاجه سخنه تشربيها.
لا كتر خيرك ما تتعبش نفسك، لا بقى كويس. هعمل لك يا نسوم. والله انا سمعت عن الواجب اللي حضرتك عملته معانا، فقلت يعني ما ينفعش ما اجيش اشكرك بنفسي. تشكرني عليه بس؟ ده بيزنس. بيتهيألي ان انا شرحت للست نعيمة. اه ما هم حكولي، واكيد زي ما حضرتك استفدت احنا كمان استفدنا. انا نوع قالت لي حاجه تانية غير الشكر. قالت لي انت مدير عملها وحاجه كده. اه ما انا هحكي لحضرتك. انا من ساعه ما نزلت القاهره وانا بدور على شغل، وبعد الكلمتين اللي حضرتك قلتهم لوالدتها لقينا ان منها حاجه مش سهله، حاجه كبيره. حضرتك بنفسك قلت انها ممكن تدخلك ملايين، في حد مهم وجامد كده ما يبقاش ليه مدير اعمال. لا اكيد. وحضرتك يا اخ كرم بتفهم في البيزنس بتاعنا، ليك في اداره الاعمال وكده؟ ما تقلقش حضرتك انا بتعلم بسرعه. بالتوفيق ان شاء الله. اهلا بيك معانا. منى روحي النهى شوفي ايه التاسك المطلوب منك. حاجه تانية؟ لا تمام يا فندم. يلا يا كرم. يعني بذمتك هنا ولا نروح اي كافيه نضيف عشان نعرف نقول الكلمتين؟ ما بروحش كافيهات مع حد، ولخص وجيب من الاخر عشان اخلي ايديا ومش هستحمل كتير. طب انا مش فاهم فين الازمه في ان انا اجي اتقدم والجوازه تبقى رسمي ودغري قدام الناس. تتجوز مين يا حبيبي؟ وتتجوز دي اصلا؟ وعلى فرض انك عاوز تتجوز، هتسيب كل الجوازات النظيفه وتيجي تمرمط نفسك معانا ليه؟ من قله البنات يعني عاوز تتجوزني؟ ما عندكش بنت وزير ولا بنت سفير ولا بنت رجل اعمال عاجبك؟ عاوز تتجوز واحده حراميه ومن الوراق وكل ما تشوفك تديك فوق دماغك؟ انت شكلك من اللي بيحبوا يتضربوا بالخرطوم ياض. خرطوم اخري معاك 10 دقايق، لو ما جبتش من الاخر واخر الاخر يعني انا هقوم امشي، وكل ما هشوفك هضربك بالخرطوم بجد. انت طنط نايمه قالت لك انا ابن مين صح؟ ما بتفرجش على تلفزيونات وما بصدقش اللي زي امك، يبقى خليها تيجي تبات عندنا ليلتين عشان تبقى عارفه الفقرة اللي بجد والعشوائيات. هو ده بقى بالظبط اللي انا عايزه، امي تيجي تبات عندكم ليله واحده، تنزل وتتمرمط وتعرف العشوائيات اللي بجد وتعرف ان الله حق. مش بقول لك انت مختلفه، سريعه وبتلقطي. عاوز تناسبنا عشان امك تيجي تبات عندنا؟ يبقى خليها يا اخويا تيجي تبات في فرشه البت سماح، من غير لا جواز ولا حق بيدها ولا حاجه خالص. انت عبيط يلا ولا بتستهبل ولا شكلك كده؟ امي مش هتيجي ولا عمرها هتفكر انها تيجي اصلا يا هنا. عارفه ليه؟ عشان زي ما انت قلتي بالظبط هي كدابه. امي اساسا عايزه تجوزني بنت فريد الكاشف، بنت الراجل الاعمال اللي ما حصلش فريد الكاشف. عارفه يعني ايه بنت الكاشف؟ يعني انضف من كده مفيش، والبنت اصلا هتموت وانا بصلها. هو فريد الكاشف ده اللي اتجوز امك وخلاها تتحجب؟ انت متابع كل حاجه اهو. هو زي ما بنقرا امك خلعت ابوك علشان خاطر تتجوز فريد الكاشف؟ حاجه في منتهى القرف مش كده؟ انت عاوز تدي امك قلم بجد بقى. راحتك انا يا مجنونه. استني هتقومي يا بنتي يا سمحت اجيب لنا شويه اغاني من اللي انت بتحبيها دي. ما تطبخيش وانت لاوية بوزك، حاكم ده بيطلع في الاكل. مش عايز اسمع زفت يا نعيمه. يا اختي تحمدي ربنا اصلا انا قاعده بشتغل معاكم. انت اللي تحمدي ربنا ان كل حاجه بنت لك بدري بدري. يعني بالعقل كده يا بنتي يا سمحه هيحبك على ايه؟ ده انت ارجل مني. يعني لما اقوم دلوقتي البسها حاله الرز في دماغها ما حدش يلومني بعد كده. بطلي سمك يا نجاح، انت اللي قمر يا اختي، فاكره روحك هيفاء وهبي؟ صباح الخير. صباح الخير. ايه الخطوه العزيزه دي؟ معلش يا نعيمه عطلك خمسه. خير؟ لسه كيف كلمتين. يعني ايه يا بنت لمسك؟ اوصفي لي لمسك ازاي يعني؟ جه وقف ورايا حط ايده على كتفي طول شويه، قال يعني بيطبطب. اللي يشوفها من بره يقول ما فيهاش حاجه،
انا اتكهربت كده ما عرفتش اعمل ايه. ومالك بصه في الارض كده ليه؟ ايه اللي حصل يعني؟ يعني حاسه ان هيته فيها حاجه يا نعيمه. اول مره حد غير طه يلمسني. بقول لك ايه، الناس دي طبعها غيرنا. الراجل من دول مراته بتبقى واقفه جنبه وراجل تاني يحضنها ويبوسها، قال يعني بيسلم عليه. هو يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ اطنش واعديها ولا اعمل ايه؟ مش عارف. لا انا ما قلتش كده، بس يمكن هو ما يقصدش. دبريني يا نعيمه والنبي، انا لا طايقه اروح البيت ده تاني ولا طايقه اشوف الراجل ده. انت تروحي شغلك عادي وتفضلي مفتحه له، لو حصل اي حاجه كده ولا كده تيجي تقولي لي على طول. انت بتكلمي واحده يا ما شافت ويا ما عدى عليه. انا مش فاهم فين المشكله، وانا بقولك تعالي معايا السخنه يومين، ده جواز حاجه كده بتاع سنه ولا اتنين وبعدين نبقى نتطلق. ايه المشكله ما الناس كلها بتتجوز وبتتطلق؟ انت مجنون ياض ولا شكلك كده؟ طب انت عايز تدي لامك قلم؟ انا مال ام؟ انا انت صوتك شكلنا بقى زي الزفت في الجامعه. احمد ربنا انها بالصوت وبس. انا تكه زيادة وهقلع اللي في رجلي وهديك بيه. هديكي كل اللي انت عايزاه، فلوس، عربيه، شقه يا ستي لو تحبي. جواز متعه يعني؟ لا اتفاق، وهتخرجي منها سليمه ومش هلمسك والله، وهنبقى اصحاب ونسهر ونسافر ونخرج ونلعب جيمز، وهديك الرقم اللي تطلبيه. في احسن من كده؟ طب ليه يا شاطر كده؟ في حد يضيع جوز ام زي ده ويخسره؟ ما تروح تناسبه وتريح امه. امي؟ امي عايزه تلغي اسم ابويا، رفعت قضيه عشان تغير اسم اخويا الصغير وتخليه هيثم الكاشف، وهو عنده 4 سنين ومش فاهم اي حاجه، وابويا لما عرف دخل المستشفى ومات بعدها بفتره. ايه رايك؟ ¡Gracias!
يكون ده لما ابتدى.